الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. أكد خبراء اقتصاديون أن غياب الشفافية لدى السلطات الحكومية في العراق أدى إلى عدم معرفة مصير الأموال الفائضة من ارتفاع أسعار النفط. وبين الخبراء عدم وجود حسابات ختامية تبين كيف تم تصريف الموازنة التي كانت بسعر 45 دولارا لبرميل النفط الواحد، ومن ثم ارتفعت لأكثر من 90 دولارا، وذلك بسبب عدم الشفافية بالتعامل مع هذه الأموال الفائضة. يشار لأن منظمة الشفافية الدولية صنفت العراق من بين الدول الأكثر فسادا في العالم للعام 2021 من جراء عمليات الفساد الممنهجة للنظام الذي وصفته بالقائم على تقاسم السلطة طائفيا، وتعيين موظفين في مؤسسات الدولة على أساس الولاء الطائفي والعلاقات الشخصية وليس حسب الكفاءة. بدأت شركة الحفر التابعة لوزارة النفط الحالية حفر بئر نفطية جديدة في حقل مجنون النفطي بمحافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد. وأكدت الشركة إن العمق المقرر للبئر يبلغ 3648 مترا، وأن عمليات الحفر تتم باستخدام أجهزة حفر حديثة. ويعد حقل مجنون النفطي أحد الحقول المشتركة مع إيران، وتبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية فيه أكثر من 240 ألف برميل يوميا. أكدت مصادر صحفية أن القطاع المصرفي اللبناني يعمل على إعادة تنظيم مؤسساته عبر تسريح آلاف الموظفين وإغلاق عشرات الفروع في خطوة تسبق التوافق على خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي. وطوال عقود شكل القطاع المصرفي ركيزة رئيسة للاقتصاد في لبنان، وتمكن من جذب الودائع ورؤوس الأموال سواء من المستثمرين العرب أو المغتربين. وبلغت قيمة الودائع الإجمالية في ذروتها أكثر من 150 مليار دولار قبل عام من بدء الأزمة في عام 2019 وفق تقديرات رسمية، لكن المشهد تغير كليا على وقع الانهيار الاقتصادي الذي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، وفرض المصارف اللبنانية لقيود مشددة على عمليات السحب بالدولار ومنع التحويلات إلى الخارج. سجلت عائلات تركيا من سمك السلمون تضاعفا بمقدار 82 مرة خلال الفترة بين عامي 2016 و 2021. وبحسب بيانات اتحاد مصدري شرقي منطقة البحر الأسود في تركيا، فإن إجمالي عائدات السلمون التركي العام الماضي بلغ أكثر من 135 مليون دولار. ووفقا لاتحاد المصدرين، وصل سمك السلمون التركي إلى أسواق 22 دولة حول العالم خلال عام 2021، حيث صدرت البلاد أكثر من 23 ألف طن من السلمون لتجني منه عائدات بأكثر من 135 مليون دولار. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. إلى اللقاء.